هذا السائل يقول: عندي جرح في يدي، فكيف يكون الوضوء؟ إذا كان هذا الجرح عليه لفافة، وهذه اللفافة يمكن أنك تمسح عليها فتتوضأ في بقية عضائك بالنسبة لليدين ونحو ذلك ما عدا المكان الذي فيه الجرح، فإذا كانت هناك لفافة يمكن أن تمسح عليها فتمسح على هذه اللفافة، وإذا كان المسح على هذه اللفافة يمكن أن يؤذيك أو يزيد في مرضك أو أنه يؤخر البرء، فنقول بأنه لك أن تترك هذا الموضع لأنك معذور. إذن ما يتعلق بالجرح في اليد، إذا كان الجرح في لفافة على سبيل المثال فإنه يمسح عليها طالما أن ذلك لا يؤجل برؤه أو لا يقوم بإذائه، فبحسب ما يقدره الطبيب في هذه الحالة. إذن الأصل أن اللفائف التي تكون على المواضع التي تشملها أركان الوضوء فأنه يمسح على هذه المواضع. إذن نتصور أن إنسان عليه لفافة في قدمه مثلا، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، فإذا وصل إلى موضع الوضوء بالنسبة للقدمين فالقدم التي فيها اللفافة يمسح عليها، وكذا إذا كانت هناك قدم مجبرة مثلا بسبب كسر أو اليد كذلك فإنه يمسح عليها، وغالبا لا يتأثر بهذا المسح طالما أن هناك جبيرة. إذن ما يتعلق بالوضوء، تتوضأ في سائر الأعضاء، أعضاء الجسد المتعلقة بالوضوء، وما يتعلق بالمكان الذي فيه الجرح فأنت تمسح على اللفافة. وإذا كنت لا تستطيع، كان لا يكون هناك لفافة مثلا ولا تستطيع أن تجعل الماء عليه لأنه يزيد في الألم مثلا أو يؤخر البرء ونحو ذلك، فيترك هذا الموضع وأنت معذور في تركك لهذا الموضع.